شعور ما يوصف صراحة باستقبال هذه الجماهير الوفية اللي ما توقعنا صراحة اللي احنا مش لاقين حضورهم. صراحة هي كلمة واحدة، الكويت تستاهل أكثر من كذي بعد. الحمد لله على كل حال، ألف مبروك حق الجمهور الكويتي والجمهور الغدساوي، مشكورين على هالاستقبال الحلو. بطولة أخيرا قدرنا نحصل عليها، نشفت رزنا هالبطولة صراحة، بطولتين راحوا منا، لكن هالبطولة الشباب وعدوا الجماهير إن شاء الله ما تروح منا، والحمد لله قدرنا نحسمها ونجيب الكاس إلى الكويت. لأن كان في أقاويل كثيرة قبل المباراة إنك تنتقل. لا لا لا، ماكو شيء، لا نهائية ماكو شيء، كلها إشاعات، وبالعكس أنا موجود في نادي الغدسية ولحد الآن ماكو شيء. أمانة يعني ما رأيناه من هذا الاستقبال الرائع صراحة، تعجز الكلمات ويعجز اللسان عن وصف شعورنا كلاعبين. شكرا لكل من ساندنا، شكرا لكل من دعمنا. الكل عارف أن هذه البطولة كان يفترض أن تكون في خزائن نادي القادسية منذ سنوات، لكنها قست علينا وعاندتنا كثيرا، ولكنها واجهت رجال يعشقون التحدي والإصرار، لذلك جعلناها تربخ إلينا يعني صاغرة ومهزومة بالأخير، لأن من يتحدى رجال وفريق يعشقون التحدي بالأخير سوف يخسر، وخسرت البطولة أخيرا أمامنا. تاريخ يشهد لك إنك يا غساوي فوز وما ترحم لو من هو قدامك، تاريخ يشهد لك إنك يا غساوي فوز وما ترحم لو من هو قدامك. Fantastic! It's fantastic feeling to finally win the Asia Cup with Qadsiya. شعور رائع أن تكسب البطولة الآسيوية مع القادسية، ومن الصعب وصف هذا الشعور والاحتفال في كلمات. وجمهور القادسية مدهش جدا وأفضل جمهور قابلته، ولا يوجد شيء أقوله عن الركلة الأخيرة سوى أنني إذا سجلتها سنحصل على البطولة، ويجب علي وضع الكرة بالسرعة الممكنة في الشباك، وهذا أجمل احتفال أشاهده. هذه البطولة رائعة، والأجمل أنني في أول موسم لي مع القادسية ونحصل على الكأس، وأنا سعيد جدا لا سيما أن جمهور الغدساوي كان يريد هذا الكأس وفدنا به.